عن جديد يسعد صباحكم مشاهدينا. احنا معكم بالساعه الثانيه من هذا الصباح. الساعه الاولى كالعاده مرقت بسرعه، فيها كثير اخبار، فيها كثير وجع قلب، فيها كثير تفاصيل قضايا اللي حكينا طبعاً عنها اللي صارت اخر 24 ساعه. اسا كمان نحكي على قضايا كثير بتهمنا، بس نحكي عليها هيك بدردشه سلسه جميله مع ضيوفنا في هذا الصباح. بس قبل تعالوا نذكركم شو عندنا بالساعه الثانيه. المسرحي الفلسطيني في الداخل، ازمات معيقات ونجاحات. انتشار ظاهرة الممتهنات لمجال التجميل سر النجاح وسط زحمة المنافسة. ومواهب ناشئة من عالم كرة القدم وشغف السير على خطى النجم ميسي. هذا هو اللي بانتظارنا في هذه الساعة. والمسألة الأولى والمسار الأول، احنا نتحدث فن، نتحدث ثقافي، لكن من جانب مغاير، وهذه القضية تناولناها كثيرا جدا جدا وجدا عن مسرح الميدان وأزمته اللي عم بيخوضها من عدة سنوات. عن كل هذا المسار رح نتحدث مع الممثل والمسرحي والفنان عامر حليهل. صباح الخير ليلى. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك وعامر. طبعا للتذكير، انت كنت غير انك صديق واخ وبعتز فيك وشاهدت فيك مجروحه كمان، لكن انت كنت في قبعه اداريه فنيه في مسرح الميدان في حينه وبعد حينه ايضا، وربما ما زلت. اخر التطورات اللي عم بتكون بخصوص مسرح الميدان والمسار القضائي. مدام ذكر بلش بالشيء اكثر شخصي وعاطفي وهيك، وطبعا احنا مرقنا اعمال مع بعض بمسرح الميدان أكيد. كمان والاعتزاز والفخر فيك دوريت برضه من جانبي موجود وبشكل كبير، واحنا بنعرف المسرح الميدان يعني القبعات بمسرح الميدان. انا من سنه 2003 موجود في هيئات مسرح الميدان بالهيئة العامة، وكمان بمسرح الميدان موجود كل الوقت بفترات منروح ومنيجي، كمان بشغل من ناحية تمثيل إخراج كتابة كل هذا. وبسنة 2000 ونهاية 2016 بداية 2017 لبست قبعة المدير الفني تبع المسرح اللي هو بعد الأزمة الأولى بمسرح الميدان بسبب مسرحية الزمن الموازي، مع أنه اليوم السلطات الإسرائيلية تنكر انه في علاقه لمسرحيه الزمن الموازي في ازمه الميدان. قلت لك احنا مشكلتنا معكم تقنيه مش مشكله بمضمون، والجواب واضح انه ما قبل المسرحيه ما كان في ازمه، وفجاه بعد قبل المسرحيه ما كان في ازمه، صار ازمه على المسرحيه كبيره. المستشار القضائي للحكومه الاسرائيليه اقر انه زمن الموازي هي مسرحيه ما فيها اي نوع تحريض، وبتقدر تكون وهي تعبر عن حريه التعبير عن الراي ومش اكثر من هيك. فورط الوزراء بنت وميري ريجف بهذا الموضوع، وصاروا يدوروا على موضوع تقني ما لقوا بالفترة الأولى. بس خلال التجميد وبسبب التجميد الأموال بسنة 2015 و2016 طبعا المسرح انشل من انه يقوم في ادواره، وهون بده يلاقوا الثغرات انه يقدروا يمنعوا من اول وجديد لاسباب تقنيه، واللي هي اسباب تقنيه اللي هن سببها، هن مش قابلين اليوم يعترفوا. ففتنا مسار قضائي بالسنة الأخيرة مع الوزارة اللي كان في اتفاقية واضحة وممضية إنه الوزارة ترجع ميزانيات مسرح الميدان، ولكن الوزارة أعلنت إنه ما هي بدها ترجع. لحد اليوم ما عندهم ولا أي تفسير ليش بدهنش يرجعوا، ما في أي تفسير. ولكن المشكلة مع مسرح الميدان مش الوزارة، لأنه المسار القضائي برضو احنا بنعرف انت عايش في دولة اللي هي كأنه القضاء والوزارة وكل هيئاتها بتشتغل مع بعض. صحيح. وأكيد هي ما بتشتغل معك، هي بتشتغل إقبالك، بدناش نقول ضدك، جاي أقول لك إقبالك هذا ما نتهم حدا بدون ولكن مسجل الجمعيات يبدو أنه متعاون مع الوزارة، لأنه هن من سنة بفحص اداري اتجاه الميدان، واطلعوا توصيات انه احنا بنشوف انه انت باني ميزانيتك حسب ميزانيه الوزاره، ولكن بما انه ميزانيه الوزاره ما اجت انت ما اشتغلت، وما انك ما اشتغلت فاحنا بنحول ملفك للمسؤولين عن تفكيك الجمعيات. يعني بعد ما في قرار بهذا، بس هم حولوا الملف للفحص بما انه المسرح مسكر. ومسجل الجمعيات ما انطى الاداره السليمه بسبب تجميد المصاري، ولكن هو يدعي انه انت ما عندك اداره سليمه لانه انت ما عندك مصاري. مش طبيعي الشربكي. الوزاره
اداره بتقول لك انا ما بنطيك مصاري لانه اصلا مسجل الجمعيات هو مش معطيك اداره سليمه. المحكمه بتقول بس انا مش فاهمه ليش ما بدكم تنطوا مصاري. وب 31/12/2018 كانت الجلسه اللي مفروض فيها القرار تبع المحكمه العليا. فالمحكمه العليا الساعه 5 المغرب بعد الجلسة الأخيرة مباحثاتهم طلعوا قالوا إنه إحنا رح نعطي قرارنا مش في جلسة مفتوحة بالجلسة المغلقة. إحنا رح نعمل جلسة مغلقة بيناتنا ورح نعطي القرار. وطبعا كلنا منعرف إنه المحكمة العليا ما بتقدر تحددها بأي زمن. صحيح. يعني ما المحكمة العليا فوق إنك أنت تجبرها تقول أنطيني القرار اليوم. فمن هداك الحين لليوم إحنا يعني إحنا شهر ونص بعد سنة وشوي من تقديم اللاي، مع انه بتعرف المحكمه العليا انه مسرح الميدان سيقفل ومقفل ابوابه وانه ما بيقدر يستقبل جمهوره وانه المنع المصاري عنه انه هو كانه هو مسكره. المحكمه العليا بعد لحد اليوم ما اعطت قرارها، ولقرارها مفروض جدا يعني اي محامي استشرناه بفهم بهاي المواضيع، وغير طبعا المستشار القضائي تبع مسرح الميدان اللي هو شغال على هذا يوميا. انه قبل بسنه لما احنا قعدنا جلسات مع محاميين من كل الاطراف وما لهم علاقة مباشرة مع مسرح الميدان، والكل حكى أنه هاي من أسهل قضايا ممكن توصل للمحكمة العليا، لأنه في اتفاقية واضحة. الاتفاقية بتقول انه مسرح الميدان لازم ترجع له المصاري، والوزاره اخلت بهيك بمتاهه مثل ما وصفتها، والموضوع تشربك او شربكوا عمدا او مش عمدا. عم بيستغلوا البيروقراطيه تبعت المؤسسات لاجل انه هن يمنعوا حتى في حاله. انا بقول لك حتى في حاله انه المحكمه قررت انه مصاري الميدان على سنه 2016-2017 يدفعوا لمسرح الميدان، انا بقول لك انه مسرح الميدان اليوم صعب جدا انه يقدر يقوم من الـ 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 النكسة اللي صابت. وهي بالمستقبل لانه الوزارة خلص اليوم الوزارة ما بيقدر مسرح الميدان يقدم لمصاري للوزارة، لانه تقنيا هو بطل عنده على حسب المقاييس والمعايير تبعت الوزارة التقنية هو اليوم غير قادر انه يقدم اصلا الطلب. طبعًا. انه هاي بغض النظر عن شو كان سابقا شو لقدام ما بتقدر، والمحكمة ما بتقدر تجبر الوزارة طبعًا. انه يقبل طلب الميدان لانه الميدان اليوم مشلول سنتين بسبب الوزارة، ولكن الوزارة بتقول له انت بتقدرش تقدم لانه انت مش قادر، ما انت معاييرك غير كافية انك انت تقدم لنا. صحيح. شوف عامر، احنا لما بنحكي ولما بنفتح موضوع مسرح الميدان دائما اول إشي لانه قضيه كتير بتهمنا، ثاني إشي لانه كتير بيهمنا الناس اللي مش مطلعه تعرف التفاصيل وشو عم بيصير وقديش عم بيدخلونا بشربكات ومتاهات. بس بدي من مسرح الميدان نحكي على الحلقه الاوسع، احنا عم ناخده كنموذج عيني. يعني هاي القضيه عم بتحطنا مجددا امام تساؤل، ليش مجالنا الثقافي الانتاجي في الداخل عم بيواجه ازمات؟ اذا بدك اكون اكثر ناعمه، تحديات. وين احنا اليوم بالحلقة الأوسع؟ شو عم بيصير معانا؟ طلب بالحلقة الأوسع كتير، لأنه أنا بفكر أنه وضع الثقافة في الداخل له وجهين. الوجه اللي هو المتمرد المصر أنه يعمل ثقافة بكل ظروف، بما أنه حتى بدون دولة وبدون جهاز والدولة اللي عندك هي بتشتغل ضدك والأرضية غير خصبة أنك أنت تعمل إنتاج ثقافي، ولكن في إصرار عند المبدعين والمثقفين في البلد أنه إحنا سننتج ثقافة بغض النظر عن ظروفنا. يعني شلت مسرح الميدان ما شلت المسرح بشكل عام، إنما الإنتاجات حتى زادت بالفترة الأولى كردة فعل، زادت الإنتاجات وصارت الناس تدور على البدائل الثانية. من ناحية تانية أنت في دولة هذا لا يخفى على أحد هي مش معنية فيك، هذا كأنه بأسلم وصف لإلا مش معنية فيك أنك أنت تتطور. بدناش نقول بتشتغل ضد أنك أنت تتطور، على القليل أنه هي مش معنية أنك أنت تتطور ثقافيا ولا بأي مجال، ولا ثقافيا ولا بأي مجال تاني. من ناحية تانية القيادة تبعتنا السياسية إن كان سلطات محلية وإن كان قيادة على مستوى قطري، الثقافة في آخر سلم أولوياتها. في يمكن نفهم ليش مرات، لأنه اليوم الإنسان الفلسطيني بالداخل المركبات الأساسية للحياة اليوم يومية، لما في هدم بيت ناس ما عنده مأوى في قلنسوة تاني يوم بالنسبة لهم المسرح هاي بتصفي كماليات.
أنا أختلف مع هذا الإدعاء لأنه أفكر أنه كمان أنت لما ما عندك مسرح أنت المأوى البيت بصفي هو مجرد سقف ما بيعمل شعب وما بيعمل مجتمع سليم وبتقدم لأنه الثقافة هي جزء من بناء الإنسان مش بس بناء المكان وأنك تحط شو الإنسان اللي بدك تعبيه في هذا البيت. وبفكر أنه سلطاتنا المحلية بتطلع على الثقافة هي بس كواجب صرف الميزانيات بغض النظر عن المضمون تبعها. صح. وأعتقد أنه كل ازدواجية يعني أنا ما بحب تعبير خصوصية المجتمع الفلسطيني في الداخل إنما ازدواجية المجتمع الفلسطيني بالداخل بمعنى أنه هو تابع بالمنظومة تبعته اليوم يومية بخدماته الإدارية الحياتية اليوم يومية للمؤسسة الإسرائيلية ولكن هو ينتمي إلى شعب بحارب على حريته وعلى استقراره وعلى استقلاله وعلى وتطوره. حقه. صح. بتقرير مصيره بغض النظر عن وين أنت جغرافيا موجود. صحيح. وتفاصيلك. صحيح. هذا بيخلق حالة اللي كأنه جدا جدا يعني صعبة للتحرك ما في يعني ما في وضوح يعني انت بتقول اليوم طبعا وضعنا انا ما يمكن انك انت تقارن وضعك في وضع غزه مثلا المبدعين يعني. في وضع غزه ولا في غزه وضع المبدعين في غزه ولا وضع المبدعين في الضفه مثلا ولكن الوضوح في الضفه في العلاقه مع المؤسسه هي واحد هي واضحه كانه في في وضوح بالعلاقه بينك وبين اللي حاكمك وبين بين اللي حاكم اللي حاكمك وشتان ما بين وزير الثقافة الفلسطيني ويعني وزيرة يعني وزير الثقافة الفلسطيني هو ما يعني إذا ما بيقدر يساعدك على إله ما بيشتغل ضدك. صح. ولكن صح. وزيرة الثقافة الإسرائيلية هي حطتك هدف وزيرة الثقافة الإسرائيلية تحكيها بشكل معلن وبالجلسات المغلقة إنه هي راح تسكر هذا المسرح الحراك الشبابي الثقافي المهتم بكل تفاصيلنا الفنية وأيضا الثقافية هذا مفهوم إنه مهم ورائع أنه يكون مهم لكن هل فعلا عم بيكون في تأثير أو جهات إضافية حتى على مستوى يساري إن أردت أو حتى أجسام معينة اللي هي عن جد واقفة وقفة هذا الرجل الواحد مع الفنانين وبالإضافة للفنانين أي شخص مش ممتهن مهنة الفن أو الثقافة هل هو معك سندك ظهرك ومعنا طبعا طلع في النوعين النوع الجمهور العادي الإنسان العادي اللي أنا بسميه المشاهد البريء في 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 مجتمعنا اللي هو بالنسبه له انت تقدم له شيء هو ما هو هذا مش قضيته انه يجي يحارب معك لما هو عشان يوصل المسرح اصلا بده مراحل كثير انا عم بمرر لك قضيتك يا بريء صحيح ولكن هذا البريء هو انت اخذت عاتقك هذا الدور انت ما بتقدر تلومه انه هو لازم يقود معركتك انت بتقود معركتك انا افكر انه المشكله في هاي القضيه انه الناس أصحاب القرار أصحاب القرار الثقافي كمان مش بس السياسي أصحاب القرار الثقافي والفني إن كان على المستوى الفلسطيني في الداخل الفلسطيني أوكي. يعني أنت نقول الجمعيات والمؤسسات اللي هاي أنه إحنا ما شفنا الوقفة المطلوبة عشان تتحرك أو تمنع أنه تتعدى على أكبر مسرح في الداخل الفلسطيني مقابل هذا المؤسسات التي تعتبر نفسها والأشخاص اللي بيعتبروا نفسهم يساريين في المجتمع الإسرائيلي هن خنعوا بشكل تام وواضح لميري ريجيف واليوم أنت بتسمع ببداية الأزمة كيف كانوا يحكوا الإدارة إدارة المؤسسات المديري المؤسسات الإسرائيلية ضد ميري ريجيف واليوم كيف بيحكوا مع انه طبعا هي بقول لك انه هي يمكن عندها بعض الهفوات والالفاظ ومرات بتطلع شيء هاي بس هي عملت عم تعمل من ناحيه ثانيه عم تعمل اشياء لانه هي قدرت بمسرح الميدان تقول لهم انه اذا انت بتفتح تمك انا بسكرك انت كمان عبره ايوه يعني العبره كانوا انت مسرح الميدان كان درس وهذا قلنا من البدايه انه هذا الدرس راح يعلمه مؤسساتنا كمان في الداخل الفلسطينيه الثقافيه اللي متعلقه في الوزاره برضه هي اليوم مجبر انه تتعامل مع حالها كبوليس على نفسها بوليس مضاميني على نفسها بسبب ازمه الميدان انا بفكر انه الموضوع كتير وسيع وشائك انه مسرح الميدان ليش مسرح الميدان ما قدر يجند حواليه نقول هاي الهبة الكبيرة جماهيريا كمان وسياسيا وفنيا انا فكر هي لانه كل عمرها الثقافة عنا مبنية على انها هي الهامش تبع الهامش المجتمعي
ولما الإنسان قاعد في بيته وبشوف اللقاء تبعنا بقول أوكي مسرح أنا يمكن ولا مرة مصر هذا المسرح أنا بسمع عنه. نرفع إيدينا عامر يعني خلاص مع قضية الميدان إيش عم طب ما تعرف شو هذا هو السؤال أنا بدي أسألكم اتنيناتكم يعني إحنا بنقول بالفلسطيني الله بسمعش من الساكت إسا أنا يعني واضح بحديث عامر إنه في خيبة أمل في إحباط يمكن هذا صوت الفنانين مش بس صوتك الفردي والشخصي طب ليش ما قدرش اليوم الفنان المثقف الفلسطيني إنه هو يسعى لأنه يجند على قضيته أصوات داعمة أنا إسا كمان عم بفكر لورا مش عشان دي أقول مساواة مساواة بس أنا فكر كوسيلة إعلام عن جد إحنا حاولنا كتير واجتهدنا نقوم بواجبنا وكنا بالمحاكم وجبنا دايما صحيح. مجموعة الفنانين وحاولنا إنه نعمل تحشيد حول هاي القضية قديش اليوم الفنانين المسرح المخرجين المثقفين قديش كمان اجتهدوا عامر من وقتها من أول ما بلشت الأزمة إنه نرفع صوتنا ويكون صوتنا واطي في هاي القضية ونجيب ناس لأنها توقف معنا أنا عندي جواب بس أكيد أسمع منها بدنا نسمع من اثنين لا طبعا ونسمع منها كمان أنا بفكر إنه الموضوع إنه هو مش إنه ما طلع الصوت في أصوات الأصوات كثيرة الموضوع بقمة الجدية ومش بإحباط مؤسسة مثل مسرح الميدان عشان تقوم هي بحاجة للجهاز تبعها وهذا الجهاز تبعه بحاجة للأموال تبعتها فأنت اليوم الفنان لما بده يتحرك باتجاه هاي القضية الفنان تحركه غير كافي يعني أنت المحرك تبع مؤسسة من هالنوع أنت بحاجة للمحرك أنت زي بتقول الفنان هو الوقود تبعه لما بيجي الفنان بتحمس بالفترة الأولى وهذا صار بالعكس صار في دعم وناس وقدمت عروض وتقدم عشان دعم المسرح ولكن الفنان نفسه اللي ما عنده بيت أصلا واللي هو بحاجة لهذا البيت عشان يحميه هذا البيت سقط هذا الفنان بدعمه أول فترة وبعدين بقولك طيب أنا وأنا المحرك تبعي طب ما أنا بدي حياتي كمان ما أنا بدي هاي المؤسسة تنقذني أنا فكر أنه على المستوى العالي هو أنه عدم ارتباط الثقافي بالاقتصاد تبع المجتمع تبعها يعني رؤوس الأموال المحلية تبعتنا رؤوس الأموال الفلسطينية باللحظة اللي ببلشوا يلتفتوا للثقافة باللحظة اللي الثقافة بتبدأ تنحمى لأنه الثقافة بدها مصاري يعني بدها عشان نقدر فيها مع الموضوع أنت بتقول اعمل مسرحيات رخيصة بتعمل مسرحيات رخيصة ولكن إذا بتعمل مسرحية رخيصة ما بدك حدا يستقبلها لأنه الفنان ما أنت بتقدر تقول له أنا بعمل 10 عروض بالسنة ببلاش وبعدين طب ما أنا بالضبط أنا عندي بنت بتروح على المدرسة اللي هي زي باقي الناس اللي أهليها لازم يروحوا على الشغل يجيبوا الدخل تبعهم عشان يقدروا يجيبوها على المدرسة وتشوف ثقافة موافق. فأنا بحاجة لربط أنا بفكر أنه الحاجة ملحة اليوم هي ربط رأس المال الفلسطيني بالثقافة الفلسطينية صح. يعني أنه رأس المال الفلسطيني اليوم مربوط فقط في الفوتبول أوكي أنا جاي أسألك على فكرة وين بنهاية مش رياضة مين الأهم الفوتبول أم المسرح أم الفن التنين مهمات أنا بحب الفوتبول ومنحضر فوتبول نعم. ومنشوف نعم. آي وبالعكس والرياضة جدا مهمة نعم. ومهمة بدرجات نفسها زي الثقافة وأنا بفكر أنه الثقافة والمجاري والرياضة ما بقل واحد قيمته عن الثاني بفعلا وأنا مش عم بساوي هذا عشان أحط من حدا ولا عشان أرفع من حدا إنما كل هاي الخنات ولا مرة أنه واحدة لازم تيجي على حساب الثاني ولكن في نجومية للفوتبول اليوم في العالم كله كأنه آخر 10 سنين في ثورة تبعت أنه الفوتبول هو شيء عم بيسيطر على دول كاملة صحيح ولكن أنا بفكر أنه لو في عنا 20% من المستثمرين في الفوتبول بيستثمروا كمان في الثقافة شو ميزانية مسرح الميدان؟ 1,200,000 شيكل بالضبط 1,200,000 شيكل أنا متأسف ولكن من 2% حتى بالضبط هدول مش ميزانية هذا مش مبلغ هذا مش مبلغ لمجتمع كامل هذا يعني أنت مفروض ميزانية المسرح الميدان تكون على القليل 20 مليون عشان تقدر تعمل ثقافة حقيقية وتخلق بيت لفنانين في البلد 1,200,000 شيكل أنا بقولك السنة لو أنه رؤوس الأموال تبعونا في البلد المحليين الموجودين في البلد لو كل واحد أطلع 10,000 شيكل هدول بيكونوا قائمين يعني قائمين بدون مجهود و10,000 شيكل كمان هدول كأنه بفوتوا على حسابات الضريبة تبعته إنه هذا مش بس كمان هبة بالضبط هذا مش شيء من حسابك الشخصي هذا من حساب الشركات تبعتك عشان هيك كنت بدي أجاوب إنه لذلك يخلق هذا المسرح المستقل لكن السؤال هو إنه إذا بيكون مرضي الطرف الآخر ولا إنه هو بيكون ضدك بنفس الوقت فهمت علي؟
صحيح. انا يعني انت فتحت حالك مجال تاني، اوكي العب فيها، انا ما خصنيش فيك، او انه لا انت صار عندك مساحه اسه اعلى انك تحكي بالصوت اللي بدك اياه بدون رقابي. لا عندك مساحه اكبر، هذا بالغيش هداك. انا بفكر انه هذا بالغيش هداك بكل المحلات الطبيعيه في العالم، انه رؤوس الاموال كمان بتدعم التجاره، رؤوس الاموال وراس المال التجاري بدعم الحركه الثقافيه، وكمان الحكومه بتدعم الحركه الثقافيه نفسها. هذا ما له علاقه بحقك في الميزانيات من قلب الدوله اللي انت بتدفع لها ضرائب، انك تسترجع هاي الضرائب، وبنفس الوقت انه راس المال يرفع المنسوب تبع العمل الثقافي في البلد، لانه الثقافه هي تاثير. هذا رأس المال العالمي فاهمه، انه الثقافة، شوف رأس المال العالمي قديش بدعم مسارح وبدعم سينما وبدعم ثقافي وبدعم، لانه بيعرف انه هو ساعتها بقرر لما بيجي مؤسسة كبيرة مثل كوكاكولا وبتحط مصاري في مسارح في نيويورك وفي لندن، هي عارفة انه هي رح تقرر شو رح يصير بهاي المسارح وشو الجمهور رح يتشرب وايش رح يفكر بعد بكرة عن حاله. هذا بالضبط اللي احنا الرأس المال مش فاهم، انه هذا تأثير انك انت تقرر المسرحية اللي تدور على مجتمعك شو رح تقولهم وشو رح يفكروا بعد بكرة، انه هذا انت بصير تقرر. المضامين المخفية بكل تأكيد للأسف لازم الناس توعى أكثر وأكثر. تعال نغدر بثلاثين تاني نحكي عن المونودراما الجديدة تبعتك، وين ترى راح يكون العروض وقريب ولا بعيد، كل هالتفاصيل بجد بثلاثين تاني. أنا بدي أحكي بثلاثين تاني قبل المونودراما. إحنا عنا مسرحية عن نجيب نصار صاحب جريدة الكرمل، أنا بعرف عملتوا لقاء مع جوني منصور على الموضوع، وجوني منصور هو المستشار التاريخي تبع المسرحية. المسرحية راح من إنتاج المسرح الوطني الفلسطيني في القدس بطاقم مخرج أمير نزار زعبي. أنا راح أمثل، أنا كتبت وراح أمثل دور نجيب، خولة إبراهيم راح تعمل اللي هي زوجة نجيب نصار، ومحمد الباشا وإيفان أزازيان تحية للجميع تسلم. وهذا رح يطلع في نص شهر آذار العمل في القدس، وبتأمل أنه أنتوا دائما موجودين ورح تكونوا موجودين فيه. إحنا جدا منفعلين عشان هاد المونودراما، هي مونودراما الجديدة كمان عم نحضرها، رح تطلع في تقريبا نهاية شهر 5 بداية شهر 6. مونودراما هي مش عن الموضوع الفلسطيني، إنما عن الموضوع العربي اللي بدور حوالينا بهاي بقى العمر، بدناش نزيد عشان الثلاثين تاني. الاسم للمونودراما الهوتا. الهوتا هي هي الكهف اللي بيروح باتجاه عمودي لتحت مش بالاتجاه الأفقي، هي مغارة اللي بتنزل لتحت. هي موضوع مبني على قصة حقيقية صارت في سوريا في آخر في الحرب الدائري فيها طبعاً. والاسم من غاد، وبتأمل إنه هاي. وعندنا كمان عمل اللي راح يطلع في لندن في مهرجان شباك، اللي هو مبني على نص مجنون ليلى. بنحكي على يانغفيك هنا أخبر لا هذا ما مهرجان شباك اللي هو مهرجان الثقافة العربية في لندن، بصير كل سنتين. في عمل إنتاج اللي هو إنتاج مجنون ليلى للشاعر قاسم حداد، اللي هي راح يكون نص شعري مع موسيقى في لندن في شهر 7. وإحنا بالانتظار. عامر كتير شكرا إنك معنا. إحنا من بيعكاش موقف لما منقول إحنا عن جد منفتخر ومنقول عامر حلي حل مننا من عندنا من مجتمعنا، منتأثر بأرائك وبفكرك، وإن شاء الله دايما منكون بأحسن حال. وإحنا متوقعين إنه هالمرحلة الجديدة عن جد تحمل الثقافة الفلسطينية بالزبط. في الداخل بس إشياء منيحة وهيك مشهد جديد. شكرا جزيلا على الاستضافة الجميلة. شكرا لك فنان عامر حليحل، شكرا لك.